Thank you.
وَمَا
الرحام الذي أخرج من عبد عندنا ما يتوقف في لسان ويعر بتأطل ما أعلي الجنان إن تصور منه في عالم الوجود والجهود ما ملأ الوجود الخلق ينور وتبعد من إله الكريم بسرت آياته بذكر حكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فلما جاءت البشر وضاق ذلك من سليم Thank you.
عبادته إلا أراده لا شريك له شاكره وبسام عما تقدم او نازلا من التصديق بها والاجعال تثبت به في سبل الايمان قواعده وتلى على عدد يقين شر ذلك الاذعان وتصديق الشواهد واشهد ان سيدنا محمد الحق الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله امره من امره من خلقه من قرنه ونبله عبد ارسل الله العالمين بشيرا ونذيرا وبلغه رساله وادى العماره وهدى الله به من الامه بشرا كثيرا وكان بجمة ذلك المبتشرين شهدا وكما منيرا فما عندها من منة تقرب الله بها على البشر وما عوزها من نعمة انتشر سرها في البر والبر اللهم سلم وسلم بهذه الصلوات واجمعها وازكى التهيئات واوزائها على هذا العبد الذي وفى بها الربوبيه وبلغ بها في خلقه الكمال وكما بهذه الربوبيه فيه نهض الى همه لله وعقدا عليه غايه الاقبال صلاتي وتسليم يا روح المصلي عليه وينبازي فوق قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويلقب بها بإيد الله في هتفه وعلى آل وسر نجدة توصوة المسلم بقربه وكفي عندنا نسرة العصر بوجده وحبه ما أدرى الأقوال بنسج قراره نسير اللهم صل وسلم رب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على وسلم بارك على وعلى آله أمض عليك به هذه الدرة المكنونة والجوارة المكسونة والقوم كله يمضي ويمضي في سرور وابتهاج بقرب دور سراك هذا السراج والعيون متصوبة إلى قلوب متصوبة إلى تقاط جواهر كنوج فكل دابة لقريش تقف بصياح العبارة منهة بكمال البشارة فما من حامل حمل في ذلك العام إلا قد في حملها بجنان من بركات وسادات هذا الإيمان فانتظر الأرض وسماوات متجمعات مثل الفرح من ملكوت أشرف البريات وبروده بعالم الأفاق إلى عالم جود بعد تنقله في البطون والجود صدر الله في وجود بدر التكريم وبدأ في العالم الكبير مائدة التصريف وتغذير بنور هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وبارك وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك أسألني الرحمن
Oh,
Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تكلم صلى الله عليه وسلم بما سن الأخلاق بما تدين عن كتابته فصول الأوراق. قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا أول من المكارم الأخلاق سبقا أوصفهم بالمؤمنين حلا ورفقا بل رؤوفا لا يقل ولا يفعل إلا معروفا أولق صبر ولم ظلم تبع ما نزل جداه المسكين جاده إجابة وجلا أول أبوز بك رحيم في اليتيم والأرملة ولولا ذو لجعل به العيبة الكوية التي تأتيت من أفرائس الأنبياء من البرية ومن نظريته بالتقاط الطرق والمنازل وبألف ذكره لطيبة المجالس والمهابل فرسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات الكمالية والكفر في قلبي وقلبي بأشراف الزوجية فما من قلب في البريات مكمول إلا وهو طرف المنزل الوجود أسمعت بمد النبي وسلي والأولى بمدي ومكاني أو زفيت وطال مدوان تظلمت بسرها بعناني وغلمة تظلم في تبيل ما فاته العلم وطريق مولد النبي الكريم وحكايات وحكايات أكرم الله بها جلالة المقربة من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فأصبحنا من أن أمسك عينك الأبواب في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر ربك ويسر التقديم فهل يعلم الصلاة وجميل وجميل
أن تلا
وتقبل لنا بجميع أقوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواناه وظاهره وعم البركة وشرف بجده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم قربة المقربين واقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصير من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصير من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصير من جميع البلايا وفي الحرص المقيم من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.